قطر الذكية التي تطرح برنامج قطر الذكية تسمو الذي يعنى بالتطور والتحول التكنولوجي للقطاعات الرئيسة في الدولة كالمواصلات والقطاع اللوجستي والبيئة والصحة والرياضة. كما اطلع سموه على آخر الحلول الذكية لهذه القطاعات وتعرف على مشروعات حكومة قطر الذكية. كما دشن سموه يحفظه الله مشروع سديم وهو منصة لاستضافة الخدمات الحكومية إلى جانب اطلاعه على العديد من الابتكارات والبرمجيات الجديدة التي تعرض لأول مرة في هذا المعرض. وقام سموه كذلك بزيارة لأجنحة العديد من الشركات والجهات المشاركة مستمعا إلى شرح حول أبرز البرامج والمبادرات التي يتبناها المعرض في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أنظمة رقمية حديثة.